خلينا نتكلم عن النادي الأهلي واللي احتفل بفوزه بالدوري رقم 43. شفت ازاي تعادله مع حرس الحدود، ويمكن إصرار لعيبة حرس الحدود على الفوز لغاية آخر لحظة مع ان المباراة كانت محسومة يعني، لكن هم ما يعني رفضوا، خلينا نقول ان هم رفضوا الفكرة دي وكانوا عايزين يطلعوا بنتيجة كويسة. شفت ازاي المباراة وتعليقك ايه؟ هو حرس حدود بقاله مباراتين بيأدي بشكل جيد جدا يعني. في مباراة تحديد مع انه هبط وكان ممكن بالزبط. يلعب بطريقه قدام غزل المحله بطريقه يعني مختلفة. عاديه، لكن رفض زي ما انت بتقول الفكره دي، وقدم مباراه قويه جدا وقدم مباراه بشكل كويس. اعتقد حرس حدود لو كان لعب بالشكل ده من بدايه الدوري ما كانش هبط. مع النادي الاهلي نفس القصه، انا مش جاي عشان احتفل، انا جاي بأدي مباراه في الدوري حتى لو انا هبط، لكن انا قدام بطل الدوري وقدام جمهوره، فبالتالي انا بقدم مباراه قويه جدا. التعادل بالنسبه جاي بهدف عكسي، لكن الفكر الجمله اللي اتعملت جمله كويسه، ان هم كره عرضيه راحت، تمركز خالد فتاح مش كويس يعني، ما تصرفش فيها بشكل كويس، لكن هم قدموا مباراه دفاعيه كويس جدا. دلوقتي بقى في لما يجي جول لازم نستنى، ما نقولش جول ونفرح، لازم نستنى نشوف الفار هيقول ايه. لا الفار المصري لا ما تكلمني، ما تخلي الحلقه لطيفه وما تكلمنيش على الفار المصري. الفار المصري في المباراه دي حالتين ارتكب فيهم اخطاء يعني، انا ممكن استنى والمراجعه الحكم ياخد فيها الوقت اللي هو عايزه، ما حدش يقدر يتكلم معاه، لكن ان انت بعد كده بتكتشفي ان يعني الكره بتاعت كهرباء، انا بس هي ممكن حكم الفار اللي هو حكم يقول لي ايه الفرق ما بين الكره بتيجي هنا وبتيجي هنا، يعني لو جت هنا وجت هنا مش هنا، لا هنا يعني آخر الكره جت هنا ما جتش هنا، لا 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 جايه هنا وهنا. دي مش في قانون الكوره، ما دام اخر عند على الفانيلا من فوق كده، الفيفا نفسه حاطط علامه كده ان دي ما تتحسبش لمسة يد. ما دام وما جت في الصدر يعني، لو انا عامل كده والكره جت كده ما تحسبش ده لمسة يد، هو حسبها لمسة يد ولغى هدف. طب حسبتها لو جت هنا ماشي، لو انا فارد دراعي ماشي وجت في الحته دي خلاص تتحسب لمسة يد، لكن فوق هنا تحسبش لمسة يد، هو حسبها لمسة يد. والتسلل اللي قبله اللي هو مع حسين الشحات، التسلل مع الالتحام مع حارس المرمى، ارتكب حكم الفار خطأ شنيع ان هو يحسبها تسلل ويطلع بالصوره الخط مرسوم غلط. والخط ده هتقولي لي الكتروني جهاز، مين اللي بيحط النقطه بتاعه الخط؟ حكم الفار. فاحنا محتاجين تدريب. طب اقول لك على حاجه، لمسه اليد اللي جت احنا المشكله عندنا دلوقتي ان مثلا كاس العالم للسيدات شغال، اول مباراه مع نيوزيلندا جت لمسه يد، شوفي حكم الفار راجعها قد ايه وباني زوايا وباني شكل، وبالفعل لمسه يد واحتسبها. فبالتالي احنا في مباراه الحرس كان رغم كده كان في فرص كتيره مهدره للاهلي في المباراه دي، شايف ايه سبب اهدار كل الفرص دي؟ لا بص يا بص، لو هتتكلم على اهدار الفرص وعدم التركيز، انت طبيعي دي مشكله في اللعيبه المصريه كلها والاهلي عانى منها كتير يعني. احنا بنتكلم انت جايب 62 هدف، اقوى خط هجوم، بس تخيل لو انت انتهزت اغلبيه الفرص السهله مش المعقده، لا السهله يعني، انت هتلاحظ في الحرس الكره بتاعت كهربا اللي هي الجون الاولاني، جون معقد صحيح، لعبه مع حسين الشحات، حسين الشحات وقع لعبها الكهرباء يعني، ده جون بتسميه جون لان ايه؟ تدخل المدافعين مع المهاجم مع المهاجم تاني مع حارس المرمى في تعقيده، لكن في فرص بتبقى انفرادات سهله لاي مهاجم انه يجيبها جون. فانت لما تيجي تبص على الرقم 62 هدف في 31 او 32 مباراه، لان لسه في مباراتين، فده رقم على الدوري كتير، لكن مع النادي الاهلي ده رقم قليل. ليه؟ لان عدد الفرص اللي ظهرت اكتر من ده بكتير، فلسه انت محتاج، وده اللي بنعاني منه في المنتخب. يمكن عشان المباراه او الدوري كده كان محسوم من المباراه اللي قبلها. لا مش حكايه كده، هي الاهلي بيضيع فرص كتير جدا، وده اللي بيشتغل عليه كولر، ان هو الفرص اللي تجيلك الكره السهله اللي تجيلك لازم تتحط جون.
في بيبقى فيه استعجال من المهاجم، بيبقى فيه عدم رؤيه لزميله ان هو ممكن انا بصيله الكره فهو بيشوطها بدل ما فبيضيع الفرصه، ظهور زميله مثلا في فرصه واضحه بشكل واضح لو بصيتها له هو لا بيحاول يسدد او يرفع عرضيه، فدي كلها بتضيع الفرص. كمان التعجل ان هو بدل ما يشوطها بجنب رجله لا بيشوطها بوشه، فهو بيحاول يعالج كل ده لان المهاجمين لابد ان هو ينتهز الفرص بشكل واضح، خاصه الفرص السهله. يعني محمد شريف بيجيب فرص صعبه جدا ويجي ويضيع فرص سهله جدا. نعم. فدي بتبقى سريعا شغال عليه. عاوزين نعرف منك سريعا كده في اقل من 20 ثانيه، شايف ازاي مباراه الاهلي مع بيراميدز القادمه؟ لا ما هي هتفضل مباراه قويه برضو حتى لو ملهاش اي لازمه او ملهاش اي تاثير، لكن انت بتتكلم على فرقتين خاصة بيراميدز مع النادي الاهلي، بتبقى المباراة بتعتبر قمة تانية. يعني اذا كنا بنعتبر الاهلي والزمالك قمة فالاهلي وبيراميدز بتبقى قمة تانية، فهي مباراة الاهلي برضو هيلعبها بنفس القوة. لكن هتلاحظ ان كولر مثلا مخلي الاهلي بيلعب بنفس التشكيل، ما غيرش يعني ما نزلش بناشئين، ما نزلش بصف تاني، هو عايز ينهي الدوري بلا هزيمة حتى لو ايه هو حصل. يعني على اي حال بنتمنى طبعا التوفيق لكل الفرق المصرية، ويبقى في النهايه اللي احنا نتفرج على كوره، نتفرج على كوره حلو وكمان خدمه للمنتخب. طالما ارتفع مستوى الفرق وده بيقلل كمان يعني بيوسع فرص اختيار بالنسبه للمنتخب. بنشكرك الاستاذ طارق رمضان، يعني شكرا لوجودك معانا الناقد الرياضي.